السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. النهاردة هحاول أكون مختلف شوية بمناسبة العيد، وأقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين. يعني أقول لكل المصريين كل سنة وأنتم طيبين، حتى السيساوي أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. هو السيساوي ده إيه؟ مش روح؟ مش محسوب علينا مصري؟ خلاص عيد. يعني انا برضو عاوز يعني افهم الناس كلها، وافهم حتى الناس اللي بتزعل. احنا مش جايين نضركوا والله خالص، والله بالعكس. ده كل اللي احنا عاوزينه ايه؟ يعني انت تفتكر انا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده ايه؟ طبعا انا يعني انت مش مهم قوي، بحيث ان انا امثل ان انا بشتغل طول النهار والليل، واخد بالك ازاي؟ انت حتى بتقعد تتريق عليا حضرتك كلجنة او كراجل ابن نزوه صيفيه، بتقعد تتريق عليا وتقعد تقول لي يا اللي كنت شغال اوبر، يا اللي كنت، فاهم ازاي؟ فما فيش فايده بتيجي مننا. وبعدين حتى في ناس تانية برضو، يعني ابناء نزوه صيفيه تانية، يعني قريبكم كده، يقعد يتريق ويقول لي مثلا ايه، او يقعد كده يا اللي كنت شغال مع الجيش، يعني فانا كنت كويس يعني عادي. طب انا بعمل كده ليه؟ انا بعمل كده ليه حضرتك؟ عشان مش عاوز حاجه وحشه، ما انا عاوز حضرتك نبقى زي البلاد المحترمه. عاوز حضرتك ما تتعايش مع الفساد ده ومع البوظان ده. عاوز حضرتك تشوف ان مش من الطبيعي ان حد يلسعك على قفاك. انا عاوزك تزعل. يلسعك على قفاك دي يعني يضرب اي مصري على قفاه. ده اللي انا عاوز اوصله لك. برضو بعض البقر بيبقوا واخدين الموضوع ماشي. طب انت عندك حتى لو انت لجنه هتاخد كام؟ يعني هتاخد كام؟ ده انت ممكن يطلع لك بالشرف والضمير اكتر من كده بكتير. فبس ايه اللي يزعل لما انت بدل ما الراجل العرس يطلع يقول لك في الاخر اصل ايه البق فظيع، يعني قال لك انا بقى عاوز افهمكم بقى ايه، ان مصر ما عندهاش حاجه. يعني بصرف النظر عن مدى فجر الكذب، لا تخيل بيفهمنا. يعني احنا بقى لنا 7000 سنه مش عارفين. هو اللي فهمنا، قال لنا احسن حد يكون متعشم في حاجه، قال على اساس يعني كل حاجه باعها خلاص. كل بقى خلاص بقى، ولو على شويه الغاز انا بعتهم لقطر، وعلى شويه المواني انا بعتهم للامارات، وعلى شويه المصانع انا بعتهم وبالنسبه للمنجم السكري ده بتاع الجيش، والسواحل والاراضي اللي بيبيعها دي بتاعت الجيش. انت لو حسبت كميه الاراضي اللي باعوها بس والله. فبس عاوزك تبقى محترم، واخد بالك ايه اللي عاوزك تراقب اي رئيس. عاوزك اي رئيس تراقب، زي ما انت حضرتك كده كان طلع لك شنب ايام الرئيس محمد مرسي، وبتطلع كل شويه كل يوم في ال كل يوم جمعه، كل يوم حد عند مصر الاتحاديه، وكل يوم جمعه والحد بالذات عشان تستفيد من شركاء الوطن. فعاوزك برضو يطلع لك شنب. انا مش عاوزك طبعا تطلع على القصر، انا عاوزك تمشي على الرصيف اللي قصاده. بس ده اللي احنا يعني ده اللي انا نفسي فيه. نفسي الثروات مصر ينوبك منها جانب. نفسي لو ابنك متفوق يخش كلية محترمة من الناس اللي بتديك على قفاك دي، ليه لا؟ بس انا طبعا بتكلم السيساوي، ده الفرق بيننا وبينكم. لكن احنا مش اعداء الوطن زي ما ضحكوا عليك. اه والله، يعني حتى الحاجة الوحيدة انت محرج. طبعا الحاجة الوحيدة اللي ممكن تكون محرج تقولها يعني ان حضرتك عاوز امك ترقص، صح؟ انا فاهم، مفيش حد غريب، خلاص ما احنا عارفين ان انت يعني ماشي، ودي حتى مش هنحرمك منها خالص. امك هترقص، الفرق الوحيد بس ان هي ترقص لابوك، ودي حاجه يعني وبعدين الراجل من نفسه يعني هو الراجل يعني هيقعد طول النهار يطبل، بس ما هو لازم برضو يبقى حاجه بس. لكن ما فيش حاجه تانية هتحصل. وبعدين ما حدش هيجبرك خالص مثلا على، بيقول لك بالتجرب الدين، يا اللي بالتجرب الدين. من ضمن الحاجات اللطيفه جدا برضو، الواحد والله اللي يعيش ما يشوف، انت مهما تجيب القعر بتاع السيساويه، على فكرة أنا جاي أعيد عليكم فما تاخدوش كلام بحساسية لو سمحتوا، الولاد السوية. إحنا في واحدة اتجحمت اللي هي الدعبح دي، اللي هي المذيعة، والله للأسف نسيت اسمها، يعني اللي أنا عملت عليها فيديوهات وفيديو كده. فإحنا بنقول إن الست دي مش شمتت في الناس، لا سيبك من شمتت وكده، دي درجة راقية يعني. شمتت من الناس قبل ما حد بقى يموت ولا قبل ما حد يشمت، لا دي راحت اتبلت عليهم وشهدت شهادة زور وتم اعدامهم وكده. فانا منزل البتاع بقول ان الست دي نزلت وشاد زور، وطبعا كان لها بتاع ده منشورات في غايه الروعه، يعني تقول لك ايه اللي زعلان ومتعاطف على الناس اللي ماتوا في رابعه، اللي هو كام الف واحد اللي ما كانوا قاعدين في الشارع.
عشماوي عملوا عرض خد واحد وروح روحين يعني. فانت حضرتك ابن رزق صيفيه او حضرتك رقاصه عاوزه تيجي تقولي كلمتين من دول، ما تجيش تقولي ايه يا اللي بتشمته، احنا ان شاء الله لما حد يموت فيك يعني. طب ما هي دي البت دي. وبعدين ما تبقوش انتوا ربايه خلفه تسلم الايادي، ده انتوا بتوع تسلم الايادي يا رمم يا عرر، ده انتوا بتوع تسلم الايادي. فما ينفعش صح؟ ما ينفعش. لكن هتلاقوا الحل. هتقول لي طب مثلا انا اسف هنعرس ازاي في حاجه زي كده، هتلاقوها مع الاستاذ مثلا بكري، هتلاقوها مع حد اللي هم المبدعين. بس ما تتخطوش حاجه. المهم كرسان طيبين كسويه يعني، عشان ما حدش يفهم كلامي غلط يعني، او ان انا ببقتتكم، بالعكس انا عاوز العيد ده يبقى بدايه لحاجه يعني احسن للبلد يعني. وانا شايف ان انتوا لما السيسي قال ان هو احنا ما عندناش ثروات، لا بالعكس احنا عندنا معرسين. ده احنا لو صدرنا، ده احنا لو دخلنا في اللي هو صدر معرسين بس، يا نهار اسود. يعني ايه هتقولي هصدر معرسين؟ لا مش هقول لك ان والدتك ترقص وكده، عشان ما عندهم رقصات طبعا احسن من والدتك، ما عندهاش تكدسات. وبعدين هي برضو اكيد الفتره الاخيره مش عارفه ترقص، مش ترقص بنفس هبترقص. لا انا بقول لك ان انتوا اللي عارف يعرس في الوقت ده بعد كل اللي حصل فيه ده اعجاز. انتوا ممكن تروحوا تعملوا عروض بره في اكبر مسارح في العالم. يعني ايه يجيبوا لقطات السيسي عمل ايه في البلد والفقر وهد البيوت ومش عارف كده، وبعد كده يجيبوه في الاول وهو بيقول لك مصر ام الدنيا هتبقى قد الدنيا، وبعدين يجيب لك وهو بيتكلم على الحريات كده، وبعدين يجيب لك اللقطات دلوقتي بقى وهو بيقول لكم انا هعمل لكم ايه، انا ما اجيبش اسم مصر مش غنيه وكده. ده في الاول، بعد كده يجيب حضرتك بتعرس. صدقني هتعمل شغل وهتجيب فلوس وممكن تسددوا ديون مصر في ليله، في ليله خميس يعني. بس ده اللي انا اقصده يعني. لكن النهارده طبعا اللي كنا بنتكلم على ولادنا اللي هم كتيبه الصاعقه اللي كانت موجوده تبع يعني جيش مصر، ايام ما كان في ناس معتبره جيش يعني، كان في ناس طبعا جوه الجيش كانوا معتبره جيش، فتم قتلهم وحرقهم. من مين؟ من الدوله اللي انت بتنسق معاها امنيا دلوقتي وبتقتل اخواتك في سيناء. مع مين انت بتضربهم؟ الجيش بتاعك بيضربهم شويه والجيش التاني بيضربهم شويه. اه والله في سيناء بيقول لك التنسيق الامني معاهم في سيناء. ف اتحرقوا، حرقوهم وما رضوش يسلموا جثثهم، وما حدش طلب جثثهم ولا اهلهم ولا خير. بقى 67 يعني، من كام سنه 67 يعني، داخلين على 56 سنه، 56 سنة أو 55 سنة، بس 55 سنة. تخيل بقى اللي لسه ما كانش اتجوز، ولا اللي اتجوز وابنه ما شافوش، والجيش ما طلق. الجيش بقى الناس دي بقى هو ولاد زايد وبنات زايد وألسى وشيوخ ألسلول وجيوش الكفته وكده بيسعوا يقول لك احنا البلد اللي هي، احنا ليه زعلانين منهم؟ لا ابدا ما فيش. على كام يعني ألف واحد اللي انتوا دفنتوهم احياء، ولا كام ألف واحد اللي انتوا ولعتوا فيهم، ولا قضيه فلسطين، ولا مش عارف ايه. بس لكن غير كده مفيش مشاكل بينا خالص. انا جاي اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، واخدين بالكم كل سنه طيبين فعلا يعني. ف نتمنى، كنا نتمنى يعني ان الناس اللي محرومين من ولادهم بقالهم 8 سنين يعني يفرحوا بولادهم تاني. بس في النهايه خالص جزاهم عند ربنا يعني، كلمة دي كبيرة قوي، جزاؤهم عند ربنا دي كبيرة قوي. اللي عارف يعني ربنا، يا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرى. فما في ذرة بيحسبها. فمعاناة الناس دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيجازيها عليهم. وإن شاء الله بإذن الله هيكونوا أسعدنا حظا، هيكونوا أسعدنا حظا ان شاء الله باذن الله. ربنا يخفف عليهم في الدنيا وفي الاخره يا رب. تقبل مننا احنا الفرحه بالعيد واجبه علينا، بس من حقنا ان احنا ندعي ربنا نقول يا رب يعني كمل فرحتنا اربط بالصبر والخلاص والنجاه والسعاده لاهالي الشهداء والمعتقلين
ان شاء الله يا رب بلدنا تبقى بلد كويسة ويرجع الشعب هو اللي يحكم، الشعب هو اللي يحكم. بس تخيلوا في ناس خايفة للشعب يحكم، يعني تخيل في ناس خايفة لهو يتاخد رأيه، هو خايف يتاخد رأيه. اه والله شايف ان ده خراب للبلد، يعني لو محدش اداله بالجزمة هيحس ان البلد، لا مش محدش اداني بالجزمة، حتى لما بيديني بالجزمة مش يعني مش دي الجزمة اللي انا واخد عليها، لا لا انا عاوز كده يعلقني حاجة وسخة والناس وسخة. بس يعني طبعا كل سنة طيبين، يعني السوية كل سنة طيبين. اصل عيد عيد هنقعد بقى نقعد نشتم فيكم كده، ما ينفعش ما يصحش يعني. البت اللي هي اللي اسمها البت دي اللي كانت رسمت اللي مثلا رسمت على الجدارية اللي هي بتاعت محطة قطر تقريبا عدل منصور، هو كونك اساسا ان انت تسمي محطة قطر عدل منصور دي في حد ذاتها كارثة. فالبت فلما حصلت الفضيحة والرسام الفرنساوي قال لك دي الحاجة دي بتاعتي انا وكده، اضطروا بقى يحذفوها، فجم يشيلوها، فطلعت ان هي ايه طبعة ورق كده ومنزلاه، يعني العملية مكلفاها مثلا بتاع المصنعات غليت مثلا 10,000 جنيه، 30,000 جنيه عشان برضو الحاجة غليت بصراحة. فاللي منقول لحد دلوقتي ان هي خدت 123 مليون. طبعا الناس اللي متخيلة ان هي اللي خدت 123 مليون دول ناس طيبة جدا جدا، لا طبعا خالص، هي مثلا ممكن من 123 مليون دي تكون خدت مثلا 2-3 مليون، وبعد كده كله بيقسم، وبعد كده يجي ابن عفوا يجي يقول لي يجي يقول اصل مصر ما فيهاش موارد، اما جاي من عند امك البتاع، ويجي المعرصين ابناء النزوات الصيفيه نتاج زنا الشباشب نتاج مراتب الكاراتيه البلحاويه، يعني يقول لك ايه ده الراجل عمل حاجات كتير قوي قوي قوي، والبت واخده 123 في شويه مشمع في شويه ورق. لكن كل سنه طيبين، عيد اضحى على خير ان شاء الله على الناس المحترمه ان شاء الله، وعليكم بقى يعني ان شاء الله باذن الله يكون عيد اضحى زي اخلاقكم كده ان شاء الله، زي وطنيتكم، انتوا ناس وطنيين بصراحه، بتخجلونا بصراحه بصمتكم اللي قادر لحد دلوقتي يعني يشتغل يعرس لحد دلوقتي في ظل الظروف دي، بصراحه ده بطل، اخجلنا صمتكم. عيد سعيد، نشوفكم على خير إن شاء الله.